في الجزء الثاني النجم عمرو واكد مع دكتور عمرو الليثي في واحد من الناس. عايز تقول ايه؟ انا حاسس بذنب. تحب تعمل دور مين؟ عندك اي حساسيه انك انت تشتغل مع اي زميل من الفنانين كان مع نظام الصباح؟ عمري ما هسامحك. شوف ازاي الناس اللي بتقول النهارده ولا يوم من ايام مبارك. حاجه حقيره. مش غلطه ان الثوار ما كانش ليهم قاعده في الثوره. عايزين نقلب الترابيزه. تنزلت ليه يا عم؟ كنت عايز البكابورت يفضل من غلط ثلاثه. ايه الاخطاء اللي عملها برد لغايه دلوقتي؟ الشوطه بقى اللي جايه هتبقى شوطه متهندسه. واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي تشاهدونا في الأوقات التالية على شاشة المحور. هذا البرنامج برعاية